والالحان بالذات. عايشالك وليلادي من انجح الاغنيات لإليسا وعمرو دياب. انا كنت مع عمرو دياب في الالبوم، ودي طبعا حافظ القاب يعني. وبصراحه عمل حاجه انا استغربتها جدا لما كتب لي شكر خاص. انا كلمته قلت له ليه؟ ليه؟ انا طبعا كنت طاير من السعاده، لان هي ما اعتقدش ان هي حصلت قبل كده، بس يعني ليه؟ رد عليا رد بصراحه احترمته جدا جدا جدا. قال لي كفايه ان انت كنت بتيجي تحضر معايا وتتعب وتروح، وهو يعتبر نوع من انواع التعب. ممكن يحصل غيره فنيه لو مطرب بيشتغل مع ملحن عايز يبقى مطرب؟ لا. او ممكن يفقد الثقه شويه خالص. انا شايف ان المزيكا مش حكر على حد مثلا. ده وجهه نظرك انت، انا بتكلم عن المطربين اللي ممكن حسام حبيبي لحن لهم. بس انا ما قابلتهاش ان هم كلهم عارفين ان انا هاتف مش صالحين، بس انا هقول لك والالحان اللي لحنتها كلها انا عمري ما خدت عنها اجر، كلها بتبقى كده يعني صحوبيه. كلها بتبقى صحوبيه. فانا شايف اولا يعني انا امبارح كنت بسمع اغاني ناس، يعني اغاني دي ناس زملائي، يعني حسيت ان انا عايز اغني اغاني تاني كفرز ده اغانيهم. عايز تغني لمين؟ بصراحه بس طبعا اكيد اغني لهم، يعني نفسي اغني مثلا لعبد الحليم، نفسي اغني لشيرين. وفي ايه اكتر اغنيه تحب تغنيها لشيرين؟ سالتني السؤال ده على فكره بنتها، قلت لها صعب جدا، صعب قوي اختار ايه يعني، من كنت زي ما بقول لك عندها اختار واحده صعب. اصل لو اخترت دي هرجع. بصي يعني مره كنت لو في حزني قوي بس اغنيه ما بقدرش اسمعها اصلا، انا مش هفضل كده على طول. مثلا نفسي اغنيها مش بس عشان هي اغنيه حلوه، انا نفسي اقول كده في وقت من الاوقات من زعلي زهقت من نفسي، انا مش هفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي، انا مش هسكت، لازم اقول قد ما باخد قد ما هدي. فدي شخصيتي فعلا،